تسبب الزلزال بالضبط. طيب السؤال بقى، احنا في منطقة زلزال، احنا الشرق الاوسط، يعني هل عندنا الفوالق دي موجودة ومرصودة؟ لو احنا هنتكلم عن الشرق الاوسط بشكل عام، نعم في حزام زلازل موجود في البحر المتوسط اللي هو موجود. لو احنا هنرجع للخريطة الاولانية رقم واحد اللي هو عند القوس الهيليني والقوس القبرصي وممتد ايضا مع شمال شمال الصفيحة الافريقية وممتد مع فوالق شرق الاناضول، ثم بعد ذلك الى منطقة جبال زاجروس وحتى منطقة مكران جنوبا في ايران. فبالتالي في مناطق للزلازل في الشرق الاوسط. ايه بقى اللي بيحفز هذه المنطقة انها تعمل زلزال ومنطقة اخرى تفضل خامدة ولا تحدث زلزالا؟ في الاساس هي بتكون العوامل الطبيعية، العوامل الطبيعية ملخصة في حركة الصفائح التكتونية. هناك ايضا قد تحدث الزلازل نتيجة ل ولكن هذه الزلازل قد تكون صغيرة نتيجة للانشطة البشرية، نتيجة لبعض النشاط البشري، زي اماكن مثلا اللي بيحصل فيها عملية استخراج للبترول، ولكن دي بتكون زلازل صغيرة، خلينا نؤكد على كده، او اماكن بيحصل فيها عملية انجكشن لمادة معينة، حقن في مكان استخراج مواد الخام البترول، او قد يحدث نتيجة لانشاء السدود. لو احنا رجعنا الشكل رقم أربعة نروح لشكل رقم أربعة. طبعا هو الأساس الطبيعة هي التي تسبب الزلازل، ولكن قد تحدث نتيجة لما يسمى بزلازل مستحثة. هي الشكل رقم أربعة مش يعني هو الشكل اللي مكتوب عليه الانديوزد سايزميسيتي. بالضبط. زي ما اتكلمت قد يحدث عملية اكستراكشن للبترول مثلا او عمليه حقن، ده التنقيب في وحقن وفي او يكون حمل مثلا نتيجه لتخزين المياه نتيجه للسدود اللي هي على الشمال خالص. اللي بيحصل بقى ان دي بتمثل عمليه لود او حمل على القشره الارضيه فتحفز من حدوث الزلازل تحسها. يعني الحاله دي متهمه في واقعة زلزال تركيا. يعني هي قد الزلازل قد تسبب، لكن الزلزال كبير زي ما احنا شفناه 7.8 مش هيحدث نتيجة للسدود. مشكلة السدود هي مشكلة ان انت بتعمل يعني تغير في التوازن الاستاتيكي في المنطقة، ومن ثم يعني المشكلة لازم يكون في تنسيق ما بين دول المنبع ودول المصب في حاجات زي كده. لان احنا زي ما شفنا مثلا في تركيا لما حصل الزلزال تركيا اضطرت انها تفتح بوابات السدود، ومن ثم الفتح ده أثر على دول المصب، ومن ثم ده يعني من أجل الإنسانية لازم يكون هناك تنسيق ما بين دول المنبع ودول المصب. عظيم.